دار قابوس البطل رمز السلام، 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 يا عزاهم خير بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الكرام متابعي قناة مجانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بكل خير وصحة في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أصالة، واللي يواكب هذه الفعاليات الجميلة لمهرجان مسقط. أعزائي المشاهدين الكرام، اليوم حلقتنا حلقة عامة، ومثل ما شفتوا في بداية هذه الحلقة معانا اليوم فرقة فرسان المزاريع ومجموعة من الحرفيين من السلطنة وأيضا من الدول المشاركة معانا في المهرجان. نتمنى إن شاء الله أعزائنا أن نقضي وقت طيب وممتع إن شاء الله في هذه الحلقة اللي راح تتنوع إن شاء الله بين اللقاءات وأيضا المسابقات وتحليل أيضا ل يعني الولاية الجمعية اللي شاركت يوم أمس وهي جمعية المرأة العمانية بولاية البريمي. كل التحية لكم، وبداية إن شاء الله نتمناها موفقة لبرنامجكم أصالة.
أعزائنا المشاهدين من جديد، وكما عودناكم يعني ثاني يوم لأي مشاركة من الولاية في الحلقات العامة، نبدي يعني جانب تحليلي للفنون التراثية الشعبية. حمود بن علي الرواحي، عضو لجنة تحكيم برنامج أصالة، مساء الخير. الله يمسيك بالخير عبد الله، كيف الحال؟ الحمد لله. شاهدت أمس معنا ولاية البريمي، ولا شك أنه كان الرزيف وأيضا العيالة، نعم، يعني متواجدة مع هذه الجمعية. أكيد، وكان طبعا فن العيالة من الفنون الممتعة يعني للمشاهد والمستمع، وهي من الفنون العريقة خاصة في محافظة البريمي وفي الظاهرة وكذلك في شمال الباطنة، يعني نعم، متميزة في هذا المجال. وشاهدنا أمس إن شاء الله ولاية البريمي، وكانت يعني طريقتهم في الأداء جيدة يعني في هذا المجال. نعم، في اختلاف شوية يعني في يعني طريقة أداء العيالة بين محافظة الظاهرة والباطنة والبريمي، وإن اجتمعوا في الاسم أنا حتى أمس ذكرتها يعني. نعم، هي تقريبا في الأداء تقريبا، لكنه ربما أن اللحن يعني متقارب أو متشابه في الأداء. نعم، أكيد أنه بعضهم يعني قد يختلف حتى في نوعية الإيقاعات اللي المستخدمة يعني. أي صحيح، أمس شاهدنا الجماعة كانوا يعني يستخدموا الآلات الحديثة يعني الصوتيات، وأعطت أيضا متعة للمشاهد المستمع. نعم، يعني التطوير الجميل أيضا. أيوة، اللي ما يخدش يعني الفكرة العامة أو أنه حتى طريقة الأداء ممكن نضيف عليها إحنا، ولكن ما يسيقنا التطور أنه نلغي الجانب الأصلي لله. لا، هو ترى الأساس أن الأصل أن يبقى هو، وأن ندخل عليه يعني التحديث أو التطوير الذي هو يخدم المادة هذه. نعم، ليس الذي هو يخربها أو مثلا يأثر عليها من ناحية الأصالة والقدم في الموروث يعني. نعم، لكن التطوير الذي يعطيها يعني التجديد الذي يليق فيها. أكيد. نعم، هم يمكن جددوا في الرزيف الحماسي، ولكن بقت العيالة مثل ما هي. نعم نعم، مطبولها وطاراتها وأداها الحركي، مع السيف، مع العصا، مع نعم حتى نعم. عجبتني يمكن هم عملوا أمس تشكيلة جديدة. نعم، تشكيلة جديدة بالعصا، وهم أيضا بالنسبة للأخوة اللي يولوا داخل الجولة. نعم، داخل. وأيضا هذه الجولة نوبا من أيضا من التراث، يعني من تراث العمان الأصيل. أكيد، القديم، لكن في فترة من الفترات صار في كما تقول يعني بعض العزوف عنها، لكن الآن تم تجديدها وأعادوها إلى الظهور مرة أخرى. نحن نتمنى من الجماعة الممارسين لهذا الفن أن يطوروه ويجددوه حتى يظهر للمجتمع العماني يعني. نعم، بعيدا شوية عن الفنون، كيف رأيت المشاركة بشكل عام؟ المشاركة إلى حد الآن، والرزفة يقول لي جاسم موجود على الهواء الحين، إلى حد الآن المشاركة ما شاء الله يعني هي نفسها جيدة. نعم، يعني المشاركات إلى حد اللي شاهدنا من الولايات اللي شاركت إلى حد الآن تقريبا انه الحمد لله يعني مشاركه جيده وطيبه من الجميع. كل ولايه مثلا تتميز بشيء معين من الموروث. نعم، الشعبي يعني. الجميل انه ايضا نشاهد كلهم من الشباب ما شاء الله اللي قاعدين يمارسوا فن الرزيف، سواء الحماسي او العيالة او العيالة، وهذا يعني شيء يثلج الصدر، لانه
يعني تناقل هذه الفنون. لا لا لا, لا لا لابد لابد لكل جيل ينقل هذا إلى الجيل الثاني, يعني لأنه لو ما نقلوا الآباء إلى الأبناء رايح كما تقول يندثر أو إنه يكون يخف أو يبهت قليلا, لكن طالما إنه في نقل من جيل إلى جيل يتواصل الجيل أيضا إلى الجيل القادم. نعم, مجالك أنت شاعرنا أيضا في مجال المسبع, وين جلسات المسبع أيام زمان الآن موجودة ولا بس على مستوى كذا اثنين جالسين أو ثلاثة ويلا عاد؟ ترى المسبع هو فن غنائي أكيد أغلبه يعني, ولا زال يمارس يعني خاصة في منطقة الباطنة, يعني يمارس في الويلية. لا في الويلية وأيضا في الداندان. في الداندان. في الداندان. نعم. وأيضا يمارسوه في المنقور اللي هو يسموه. نعم اللي هو يعني موجود الزمط في فن الزمط. في الزمط. نعم. فن الزمط طبعا غناه يعني هو من فن المسبع, لكن طريقة الإداء طبعا على صوت المنقور يعني. نعم. بالنسبة لغناء أيضا أهالي محافظة مسندم, محافظة مسندم يختلف يعني. ما في مسبع يعني؟ لا يسميوه طرايق. طرايق. هي وفن الطرايق. إيه زين حلو, إيش فن بين الطريقة وبين المسبع؟ ما شيء ما شيء, لأنه قريبات من بعض يعني. ما شيء فرق, هو بس فقط التسمية, لكن هناك ربما في مسندم يتكون من 5 أبيات أغلب مش سبعة. من السبعة, وهو لما يكون 5 ما يكون عاد اسمه مسبع, يكون اسمه مخمس, لكن في مسندم حافظين عليه كطريقة ويغنيوه يعني غناء رجالي. أكيد غناء رجالي فقط مع الطبل, أما في الباطنة بالدادان رجالي ونسائي, وأيضا يطلق عليه فن كواسة. الكواسة. نعم. الكواسة في بعض الشناص والدواء والصحام في الشمالية حسب ما يسميه العماني الأول يعني. السلام عليك. نعم بارك الله فيك. الشمالية. نعم. الشمالية عشان بس نوضح للمشاهد, هي من صحم وصحار ولواء وشناص. طبعا الآن الشمالية الآن. أيوة. لكن نعم. كانت في القديم يقول الشمالية, الشمالية يعني صح. وهذه مشهور معهم أيضا فن الكواسة. نعم. ليش قالوا الكواسة؟ لأنه في أثناء الغناء هم يكوسوا على الطبل. أكيد. الطبل يجي إلى الصف هذا ويجيبه إلى الوسط, بعدين يرجع للآخر يجي إلى الصف الثاني ويجيبه, وهم يكوسوا على الطبل. أكيد. لهذا سموا الكواسة. وحتى زمان كانوا يعملوها بعد انتهاء الفرح, بعد انتهاء الرزيف, خاتمة يعني المناسبة, سواء كعرس أو ختان حتى هذه الأيام. نعم يعني. نعم. في مناسبات أخرى وطنية أو غيرها وغيرها يعني. صحيح. نعم. شو بنسمع مسبع في الختام؟ يا مسقط الخير يا خير البلاديني, يا مسقط الخير يا خير البلاديني, يا خير البلاديني فيك السعد والهنا موجود كل حيني, واليوم زاد الفرح بالإنس والزيني في المهرجان الذي بانت لنا نواره, يرتاح بالفن كل الذي زاره, ومن جاء يزوره غدا كرر إلى زيارة, وتفاعل الكل مع صوت تلاحيني, وتفاعل الكل مع صوت التلاحيني. شوفوا الأصالة وشوفوا تراثنا الموجود, شوفوا الأصالة وشوفوا تراثنا الموجود, بوخلفون الأهل بوخلفوا الجدود, في كل ديرة تراث بلادنا موجود, وشعارنا المعتمد من خنجر وسيفين, ساعة أشوفه بصدق ترتاح من العين, وبوزارنا في البلد يا مرحبا, وأهلين في السلطنة للكرم, في السلطنة للكرم معزوم مفتوح باب الجود, في السلطنة للكرم مفتوح باب الجود. وعذرا للمشاهد لأن القصيدة جديدة يعني. توك 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 كتبتها. الآن فيها. زين الحين أنت قلت 7 أبيات ب7 أبيات. نعم. إيش يعني إحنا لو حسبنا 2 4 6 هذه مكملين 2 ب2. نعم. إيش فائدة البيت السابع؟ البيت السابع ترى يا أخي وللمشاهد أيضا. 3 أبيات تكون على نسق واحد وعلى قافية, وثلاثة الأبيات الأخرى تجي على قافية أخرى تختلف, والبيت الأخير يرجع إلى القافية الأولى, ولا بد أن يختم بهذا البيت ويوافق المعنى في البيت الأول. بعدنا نبي نسمع شيء من الحافظة. بنقول مسبع غزل زين يستاهلوا المشاهدين. منقور قلبي عليكم كم حن ودار, منقور قلبي كم عليكم, كم منقور قلبي كم عليكم حن ودار, وانتو براحة وانا كني بلاه بنار, سهران ليلي عسيقي طيفكم زوار, ما هكذا الحب يفعل في محابيبه, لكن يثيبه يوفر لهم طالبه,
كم مين مرة حبيبي أطلب الثيبة وانت ولك أنك هنا ساكن في الدار، وانت ولك أنك هنا ساكن في الدار. الله يعطيك صحة والعافية. شكرا أعزائي المشاهدين الكرام لعضو لجنة تحكيم برنامج أصالة الشاعر حمود بن علي الرواحي، ومتواصلين معاكم أعزائنا إلى فقرة جديدة من فقرات أصالة، خليكم معنا. أعزائي المشاهدين حياكم الله من جديد، ومع أولى مسابقاتنا من جمهور الرجال، ونتمنى إن شاء الله لهم التوفيق ونتعرف عليهم في البداية. مساء الخير أولا. أتعرف عليك. محمد الغفيلي. حياك يا محمد. عبد المجيد زكواني. مين؟ عبد المجيد زكواني. عبد المجيد كيف حالك يا عبد المجيد؟ الحمد لله يا مرحبا وسهلا. نسألكم أول شيء على علوم على الأخبار. ما عندنا علوم ولا عندنا خبر. علوم علومنا مشاركتكم في هذه المسابقة. جاهزين للأسئلة التراثية؟ نعم جاهزين. زين، السؤال معاك يا محمد. السلسلة والمنقاش والبخشة والمكحلة والمرود فوين؟ السلسلة والمنقاش والبخشة والمكحلة والمرود وين نحصلهن؟ في سير الخنجر. في سير الخنجر. في السير يسمونها بغير السير اللي هو حزام. الحزام أو بعضهم يسمونه الحزاق، صحيح؟ نعم الحزاق. والإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة. إيش هي البنديرة؟ عندك السؤال. البنديرة، ارفع الميكروفون. البنديرة إيش تستعمل؟ ما أنا ما أعرف إيش تستعمل. أنت إيش هي البنديرة؟ إذا ما عرفت بنحول السؤال. البنديرة يمكن توضيح؟ محمد البنديرة العلم. العلم. العلم فعلا يا رافع البنديرة قال الشاعر زمان. زين، السؤال عندك. إذا 3-0 بنعتذر منك. لا عادي. ما يمدح السوق
غير من الربحان فيه. الربحان فيه فعلا. الحين فرصتك انت زين. البعير ما يشوف عوج، ما يشوف عوجة ايش؟ هذه كلمة واحدة. البعير؟ نعم البعير ما يشوف عوجة ايش؟ انا اتمنى الصوت ما اسمع مال المتسابق لو سمحتوا. أيوة. صاحبه؟ لا ما صاحبه. فرصة ثانية. البعير ما يشوف عوجة ايش؟ حرام، احنا بنعطيك نص الجائزة. هذه من شروط المسابقة انه لازم واحد على الاقل يجاوب سؤال واحد. البعير ما يشوف عوجة ايش؟ غيره. لا ما غيره. الا مثله. اعطيتكم فرق. البعير ما يشوف غير عوجة رقبته. ايوه ما يشوف. عموما 100 ريال عماني مقدمة من برنامج الصالة. وانت ما جاوبت سؤال، اعذرنا. بعطيك فرصة. تفضل. اعطي. اين يقع حصن الثرمد؟ منطقة الثرمد وانت رايح الى صحار من مسقط الى الباطنة اللي فيها لا هو بيجاوب السؤال له. حصن الثرمد، منطقة الثرمد في وين؟ المصنعة. في المصنعة. عموما الإجابة صحيحة، وهو ساعدك 50 ريال عماني مقدم برنامج الصالة. ولا تزعل، يعطيكم الصحة والعافية. مشاهدينا الكرام خليكم معانا فاصل، ومعانا مسابقة أيضا لمدرج النساء. ألحان وكلمات جميلة من فرقة فرسان المزاريع اللي اليوم منورينا في برنامج أصالة المسابقة الثانية. وأرحب بالأخوات. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله، حياكم الله. أتعرف عليك في البداية. كامل الغماري. من وين يا الغمارية؟ من ولاية قريات. أهلا وسهلا. سماح المعمر. من وين يا سماح؟ من عبري. من عبري، حياكم الله. أهلا وسهلا فيكم. كيفكم انتوا والمهرجان؟ نحن زينين. وكيف كل شيء تكلمي تطالعيها؟ اكلمك انت. جاهزين للاسئله؟ ايوه. زين، انت ما تبي تجاوبي يعني؟ ما تريد تجاوبي؟ ما اعرف. يلا. السؤال معاكي. السؤال معاكي لانك انت بالاول. ايش اسم الاله؟ لا اذا صعب انا ما احول حاجه. انت سمعيني شويه. ايش اسم الآلة اللي يستخدمها الحرفي في صناعة النسيج القطني؟ ايش اسمها؟ اختيارات انا ما اعرف. ما في اختيارات.
ايش اسم الآلة هذه؟ بسيطة، هذا اللي عملوا عليها النسيج، آلة قديمة ما تعرفيها؟ احول السؤال، ايش اسم الآلة؟ زيادة. اساعدكم بالالف والكاف، هذه الاول اول ثلاث كلمات منها او ثلاثة الكتان احرف. الكتان؟ لا لا ما الكتان. لا اختيارات شيخ. الكاس. لا لا الكارجة. الكارجة، لا تعذب عماركم. السؤال معاكي، ايش هو المعدن او المعدن اللي يستخدم في صناعة القدور في المراجل، مراجل كبيرة، من ايش يصنعوهن؟ سؤال لها هي لو سمحتي، سؤال لها هي، خليكي معاي. من النحاس. ارفعي صوتك بس. من النحاس. من النحاس، الإجابة صحيحة. سمع المثل، بقول نصه وكملي نصه، سمعيني. هلا. وين شاردة؟ ضربني وبكى واشتكى. كيف؟ واشتكى واشتكى. لا ضربني وبكى. ضربني وبكى. هني هني شوفي عندي. ضربني وبكى اشتكى. كيف اشتكى؟ لا قبلها كلمة. ضربني وبكى. ها عندي عندي عندي، ما تشوفي هناك. لو سمحتوا يا اخوان راح نطلعكم في المدرجات. أيوة ضربني وبكى. بحرف السين هني، شوفي الله يخليكي. ضربني وبكى. سبقني وسبقني. ها وسبقني. اها وسبقني واشتكى. يا سلام عليك، كيف طلعت معاك هذه؟ سبحان الله، يعطيك العافية. يلا آخر سؤال، آخر سؤال. بيت الطين. أيوة بيت الطين. إلها 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 هي بيت الطين. ما يخلى من إيش؟ لو سمحتي أنا أسألها هي. أنزين أنا ما سألتك يا أختي، أسألها هي. بيت الطين ما يخلى من إيش؟ يسووا فيه خبز. من الطحين. من الطحين. 100 ريال عماني مقدم من برنامج أصالة، يعطيك الصحة والعافية، وانت لك نص الجائزة. خليكم معانا ومتواصلين أعزائنا مع أصالة.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وخلونا نبحر في عالم البحار والسفرات أيام زمان، السفن اللي راحت في كل مكان، البحارة والنواخذة. وعندنا اليوم يشرفنا النوخذة ناصر بن علي العلوي من ولاية صور. حياك الله النوخذة. يا مرحبا الأخ عبد الله، حياك الله. كيف صحتك؟ لنا الشرف، الله يسلمك. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ عساك طيب. من جديد نلتقي في أصالة. نعم نعم نعم، الحين يعني نحن إن شاء الله هذه وطننا، ونحن بنكون فخورين به وفخورين بالسفن والسفن وتاريخ العماني البحري، يعني اللي ما خلى مكان في العالم. نعم، نتحدث شوي عن أول شيء معرضكم اللي موجود هنا في القرية التراثية. نعم. وهي عبارة عن السفينة اللي فيها يعني التاريخ البحري. نعم. طبعا السفينة موجودة ومكونة يعني من الشرع اللي فيه شراعين. شو اسم السفينة أول هاي؟ اسمها سفينة أصالة. أصالة. نعم. نعم. اسم السفينة أصالة. نعم. وطبعا السفينة تتكون يعني من يعني طاقمها يعني بالضبط مثل الوزارة، يعني تشكيلته يعني تتكون تقريبا من نوخذة، اللي هو النوخذة اللي يسموه بالإنجليزي كابتن طبعا، وبالعربي ربان السفينة. ربان السفينة. وهذا الربان يعني بكل معداته، هذه معداته موجودة، النوخذة ما يبحر إلا وعنده هذا الكمال اللي هو قياس، نحن نسميه الخليج يسموه الكمال، والخرائط هذه موجودة لازم تكون معه، لأنه هو بيبحر حول المحيطات يعني والغارات، يعني يبغى تقريبا كان بالشراع حوالي 25 يوم إلى 30 يوم، يعني شهر هو في البحر ما بين ماء وسماء، يعني يعبر، يعني إذا كان بيعبر من الهند وبيروح راسا إلى زنجبار أو كينيا، يعني ياخذ في الطريق يعني حوالي شهر 25 يوم 26 يوم، وفيما بعد يعني لما يروح أفريقيا طبعا يجيبوا الأخشاب من هناك من شرق أفريقيا إلى عمان، يتخزن في عمان في راس الحد يعني، وتبغى السفن يعني 3 شهور يعملوا لها الصيانة، وبعدين ينزلوا في البحر، ينزلوا البحر في شهر 9. هذه السفن أكثر من 300 سفينة، هذه يعني ينتظروها دول الخليج، كل دول الخليج، كل دول الخليج. هذا الحطب القندل اللي جابني ما موجود إلا في شرق أفريقيا، عندما كان أول ما حد يستعمل الحديد كلهم يستعملوا بالأخشاب. هذه السفن العمانية تنتشر على كل دول الخليج، قطر، البحرين، السعودية، الكويت، العراق، إيران، ينتظروه سنويا يعني. وبعدين تتحرك البنيان، يحرك البنيان في دول الخليج كان هذه السفن العمانية، وتدخل البصرة، تحمل البصرة، تحمل من البصرة اللي هو التمر، والتمر هذا يجيبوه، طبعا عمان غنية بالتمور، لكن إلى الهند، إلى شرق أفريقيا، إلى اليمن. فتبغى السفن هذه العمانية مثل النحل، يعني خلال تقريبا حوالي 9 شهور وهي شغالة في البحر، ما تتوقف غير 3 شهور اللي هو شهر 6 و7 و8 بأيام الخريف، لأنه حر وخريف. حر وخريف وأمواج، وبعدين هم يعني ارتاحوا مع عائلاتهم ويعمروا نخيلهم، النخيل اللي هي المزارع، يعني بخلال 3 شهور صيانة وراحة وبعدين يدشوا البحر. هذه أكبر السفن اللي كانت تروح وأسماها نوخذة. نعم، وأكبر السفن كانت في العثماني. هذه العثماني يعني سموه العثماني، يعني قوة العثمانيين كان، فسووه هذه سفينة قوية وسموها العثماني. تطلع من صور هذه؟ هذه تطلع طبعا من صور وفتح الخير، عندك السبع، عندك الباز، هذا من أكبر السفن كانت هي تتحرك يعني
ومنهم مجموعه ما اخبرتك حوالي ما اقل عن 300 سفينه. نعم. كبيره. نعم. هذه تنقل البضائع الى كل مكان وتنقل الركاب. يعني انا بقول لك يعني بصراحه يعني نقلني وانا في السفينه. ايش من السفن كنت ناخذ؟ انا كنت في الجوهره، وفي عندنا سفينه اسمها الجوهره، وواحده اسمها فتح الباري، وواحده اسمها سمحه. يعني تقريبا كان السفن يعني اشتغل فيهن، وانا سافرت وعمري تقريبا 9 سنوات من بعد ما ختمت القران. بعدين يعني تعلمت الكتابه وتعلمت الغراء وتعلمت القياس والخرايط مع الوالد، حتى صار عمري 18 سنه. يعني خلاص يعني صرت ناخذه كابتن، يعني بقى الوالد يعني يرتاح، يعني يثق في ان انا اقدر اقود السفينه مع طاقم البحاره. يعني اطول مسافه قطعتوها ويعني ابعد مكان وصلتوا له؟ وصلنا طبعا الى شرق افريقيا، الهند، اليمن، بحر الاحمر، هذا يعني للحديده. هذه الهند كلها، الهند، باكستان، يعني دول عربيه، دول الخليج، هذه كلها رحنا لها. ومن ضمنها عدن، يعني نقلنا الركاب بقول لك ما اقل يعني عن اكثر من مليون ومليون ونص. اي سفن عمانيه سنويا تنقل ركاب اليمنيين، سفن رايحه وسفن جايه، سفن يا رايحه وراجع. نعم. كان ما في طائره، ما في بواخر هذيك الايام، كل السفن ينتظروه. فكان مثل يقول لك يعني اذا حبيت يعني تسافر الى اي مكان انزل على السيف بتحصل لك سفينه عمانيه ماره بتوديك الى اي مكان. نعم. نتكلم الان يعني مع هذه السفرات ومع اهوال البحر اللي هي المعروفه والضربه اللي تسمونها، وايضا الطوفان وارتفاع الموج، واحيانا حتى الحموله ممكن تنزلوها. شو الترفيه اللي على ظهر السفينه؟ كيف يترفهوا هذه المده الطويله، الـ5 6 شهور؟ نعم والله. تعرف يعني السفينه دائما حيكون فيها شعراء اثنين سافروا معهم، يعني تعرف ويبيعوا ويشتروا. يعني مثل حافظ كان سافر الى شرق افريقيا، وحافظ مسؤول يعني معروف، حافظ المسكري ولا من هذا المسكري؟ نعم. نعم نعم، حافظ المسكري، ويسافر معهم الى شرق افريقيا. وطبعا العصر لانه يقعدوا ينتظروا الهواء لما يدور، يروحوا من هنا في الازياء ويجوا من هناك في الكوس، يعني ينتظروا الكوس اللي يدور، يتموا شهرين تقريبا هناك. والطبل يصيح الرسحه في مومباسا مع الوالي مبارك الهنائي، يعني في برز خاص هناك الوالي هذه مخصصنها، يعني يا الجماعه لما يجوها الصور هناك كل يوم يرزحوا. يرزحوا الرسحه تصيح يوميا، والنهمات والشلات، والنهمات والشلات والفراح. ودائما السفينه حتى من ضمن الرسحه كانوا جايين وجايبين بضائع، فكان يعني وديع بن رايد جاب لهم شله، قال دولة الطليان يوك العوادي جايبين لك شغله من بي وصور، جايبين لك العطر في الكنادي، وحالفين ما نسلم عشور عندما يو داخلين. نعم. يعني العشور هو اللي هي الاجره او نعم الاجره، الجمارك يعني مثل ما انت، الجمارك كان جمارك عاليه، شيء فرضه مكان كانت، يعني كانت في فرضه في في هذا يابوها شله، كانت الحكومه الايطاليه تحكم صومال، وهذه يعني في مقدشو، ونزلوا في مقدشو وجو من هناك ونزلوا بضايعهم واشياءهم، وبعدين يعني طبعا يحملوا من هناك الى كسمايو، يحملوا الموز معهم الى شرق افريقيا، يودوا الابقار، يودوا هذه الاشياء. نعم. ابى اسال الان. نعم. يعني احنا عارفين النوخذة ومسؤوليته عن السفينه، لكن يعني هل يغضب النوخذة من البحاره او من المقدمي او من الاطفال اللي عندكم اللي هم يسمونهم اولاد شربه؟ نعم. او انه يعني ايضا السكوني، متى يغضب النوخذه على ظهر السفينه؟ والله النوخذه دائما هو فرحان ومتعاملين منهم كاسره وحده وعائله وحده، وما في يصير شيء مشاكل ما بينهم. طبعا اذا حدث اي حاجه ما بين البحاره طبعا مره يسدوهم، وتقريبا يعني في قانون حتى الشرطي لما يوصلوا اي بلد وفي خلاف ما بينهم في البحر
الشرطة ما تتدخل، الحكومة ما تدخل، يقول لك سنة البحر. نعم. معروف إلى الآن، معروف إلى حتى هنا معنا يعني في السلطنة أيضا سنن البحر الآن أيضا معروفة، معروفة معروفة حتى هني في مسقط الخنقي الله يغفر له ويرحمه، هذا كان سنة البحر هني في مسقط، إذا يصير شيء في صور في شيء حد في كل بلد يعني. نعم. هذا معترف فيه، ما حد يتدخل فيه إلا أهل البحر النواخذة، هم اللي يحلوا لهم المشاكل. إذا النواخذة هو يعني هو مثل ما تقول هو صحيح مالك، هو السفينة، هو أيضا قلبه على البحارة، وأيضا حتى يعني هذه البضاعة اللي شالنها أمانة أيضا، مع أمانة في الأرواح. نعم. وفي الرزق اللي معاهم أيضا. نعم نعم، يعني يحبوا بعضهم بعض ويكونوا يعني حتى أنا بقول لك في مرة من الأمرار واحد طاح في البحر. كيف طاح يعني؟ كان مع في سفينة والدي الله يغفر له ويرحمه، وهم رايحين وصارت عاصفة في الليل، طاح رمى الشراع في البحر، عندما طاح في البحر دوروا عليه، كانت عاصفة في الليل ما حصلوا، في النهار ما حصلوا، كانوا رمولة خشبة، يعني هذه الخشبة هو النهار ثاني حصلها وبغى عايم عليها، وتم ثلاثة أيام تقريبا، دار ثلاثة أيام أربع أيام عايم في البحر، وصلوا منباسة وخلاص يعني سووا له عزي يعني. وبعدين سفينة مارة في نفس الطريق وشافوه وجابوه عندهم بعد أربعة أيام اللي وصل منباسة. هذا الحادث الرواد. عاد كيف الفرحة يوم شفتوه؟ كيف فرحة عظيمة، الناس وهالسفن هذا كلهم وعملوا له فعلا رسحة بعد ما شاء الله. لأن كانت الرسحة في كل ما في منباسة، في زنجبار، يعني في شرق أفريقيا، لأن تواجدهم هناك يعني هذه الأفراح يعني مستمرة الحمد لله. الحمد لله. ويتعاملوا بالتجارة ويساعدوا بعضهم بعض، أحيانا يطلعوا ناس تجار ما عندهم شيء، النوخذة يقدم لهم غرض ويأخذوا بضاعة، مثلا خذوا بضاعة من عدن يو منباسة، نزلوا منهم حوالي 10-15 نفر، هذا لا تجار جيرانهم يطلعوا في السفن، يعني كل سفينة تأخذ لها 10-12 يعني تجار صغار، من يبيع النوخذة التمور هذه تتباع في عدن تبغى فلوس عنده ماشي بنك، فيعطيهم يعني. نعم. أنا في الفصل الأخير من هذه المقابلة السريعة اللي سعيدين بهذا الحديث الطيب، الله يعطيك، عندما تجي هذه السفينة إلى صور، شو شو الاستقبال اللي تشوفوه أنتوا على الشاطئ؟ أوه استقبال عظيم. أنا بخبرك بطريقتهم، يعني طريقتهم السفينة لما تجي من البصرة لازم تكون فيها مدفع، مدفع صغير، وفي مدافع هناك كل واحد على الشاطئ يعني. على لا مدفع في السفينة روحه زين، مدفع في السفينة صغير، وفي مدفع مدافع في عند البيوت على البحر، كل واحد يعني مثلا عنده سفينة عنده مدفع، فيطلق المدفع مني من البر وتطلق السفينة من هناك، وينزلوا الجماعة على البحر لما يستقبلوهم يعني، وعندما يسافروا عندما توديع أيضا. التوديع خبرك عن التوديع، ما يسافر البحار أو النوخذة إلا لازم يكتب على الجدار البيت ماله، يكتب إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معادك، ما تخلي حرمته يطلع إلا إذا كتب هذه الكلمة. يا سلام. يطلع ويودعوه ويوب معه بالعود بالبخور العود، ويطلعوا لين ما يودعوه عند على البحر، بعدين طبعا يطلعوا البحارة ويشلوا النوخذي، يطلعوه يشلوه يعني يحملوه كذي. إلو 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 توديع واستقبال خاص له مكانه وله احترامه، وخاصة لما يجي في أي بلد يعني معروفين، يعني حتى يعني يقول لك اليمني يقول لك صبر يا الزبر على المخالع مثل ما صبر سوري على بحر بوكين. الله. يعني بحر بوكين اللي هو بحر الصين. بحر الصين، لأن يصارع الأمواج ويصارع الأشياء، وهذه السندانة اللي هي طبعا السندانة هذه صبر يزبر على المخالع، هي سندانة وهي المخالع اللي هي المطرقة. نعم. فيمثل لك إياها يعني، كان البحر يعني البحار العماني له تاريخه يعني العظيم ومعروف. الحين لما أنت تمشي في أي يعني شاطئ السواحل، ليش سموه السواحل هذه؟ لأنها مختلطة بالعرب، تحصل الله على البحر كلهم
الافريقيين داخل. نعم وللان موجودين ما شاء الله العمانيين اللي سافروا ايام زمان ما زالوا موجودين ومستوطنين في هذه البلاد ولهم تجارتهم وما ناسين حتى ايضا يعني عاداتهم وتقاليدهم ويذكروا ايضا رحلاتهم البحريه. ما ناسينها ابدا حتى انا رحت وفد قبل سنتين الى يعني عن طريق غرفه التجاره الى تنزانيا واجتمعنا في الغرفة مبنى الغرفة على البحر على الشاطئ. من بعد ما خلصنا الاجتماع أنا تكلمت معهم ما أتكلم اللغة السواحلية، تكلمت عند رئيس الغرفة قلت له شوف إحنا كانت أنا جيت في السفينة وكانت رست منه وحملنا نقول البن هذا القهوة من هذا المكان، فكان يعني اعتز قال هذا إحنا عمان طبعا تاريخه أكيد يعني عظيم، عمان تاريخها عظيم ويبقى إن شاء الله عظيم ومحافظين عليه بفضل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. أعزائنا الحديث شيق ورح نفرد إن شاء الله في حلقاتنا العامة إذا لنا متسع من الوقت عن البحر وعن رحلاته. كل الشكر للنوخذة ناصر بن علي العلوي اللي نورنا في برنامجنا، واحنا ايضا راح نلتقي ايضا انا شايف جايب معاك حد انت ان شاء الله في سياق هذه الحلقه ان شاء الله. يعطيك الصحه والعافيه، شكرا جزيلا، حياك الله، واتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله، واحنا فخورين واحنا معكم لين اخر المهرجان. متواصلين اعزائي المشاهدين، خليكم معنا. المحبة على العالم
شي خطر جرحها ما يداوي الطبيب بالحشد ولله وباليمر ولحالي من اليمر الليب المحبة على العاشق خطر جرحها ما يداوي الطبيب بالحشد ولله وباليمر ولحالي من اليمر الليب المحبة على العاشق خطر جرحها ما يداوي حياكم الله أعزائي المشاهدين متابعي قناة مجان وبرنامجكم أصالة. كثير نسعد أعزائنا بهذه المشاركات سواء في الحلقات العامة مثل هذه الحلقة أو حتى في الحلقات اللي تشارك فيها جمعيات المرأة العمانية من مختلف محافظات السلطنة. مسابقة أخرى معانا الآن مجموعة أو اثنين صراحة من الأخوة الكرام. مساء الخير إخوان. مساء النور. كيف الحال؟ الحمد لله. مساك بخير. الحمد لله. طيب. حياكم. تعرف على اسمك أول؟ محمد العريم. حياك الله محمد. من وين؟ ولاد جعلان بن وهد. يا مرحبا. خميس بن عامر المسكري من الحمرية مسقط. من مسقط. حياكم الله. نسألكم أول عن الأخبار عن العلوم. ماشي علوم ماشي أخبار الحمد لله. طيب. حياكم الله. حياك الله وسهلا. يا مرحبا. جاهزين للأسئلة؟ جاهزين. زين. السؤال معك أول يا راعي جعلان. بس ترفع لي الله يخليك أيوة أثناء الإجابة. هل صحيح أن الجص العماني هو الصاروج اللي يستخدم في البناء؟ نعم. نعم نعم ونعم فعلا صح. الإجابة صحيحة. إيش يسمى الموقد لحرق الجص؟ إيش يسموه هذا الموقد؟ يسمى ميهمه. حن عندنا باللغة الشرقية يسموه ميهمه الأصل. باللهجة يعني؟ باللهجة أيوة ميهمة. اللي هي يسوي فيها الصاروج مثل الحصى ويسوي فيها يدوع يحرقوها. أنا واحد يشاهد عليها بنفسي. يسموها إيش؟ ميهمة. نحن عدنا هي المهبة؟ المهبة بالضبط. مهبة. المهبة بالضبط. صح 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 صح. هذا سؤالين الحين صحيح. حصن الرديدة وين؟ حصن الرديدة؟ إيه. فكر شوية. ماشي خيارات؟ ماشي خيارات للأسف. مسابقتنا لا تحتمل الخيارات. حصن رديدة. حصن رديدة. الخابورة؟ لا ما في الخابورة. تعرف حصن رديدة وين؟ يمكن جعلان ملك حسن. لا لا بيزعلوا علينا. ما عارفين حصن رديدة وين؟ يا سلام ذاك الحصن الجميل وذيك الولاية اللي فيها القلعة هذيك العظيمة. سمايل. عاد ما تسألني أنا بجابه. السؤال ما زال معك. نزوة. في نزوة فعلا الإجابة صحيحة. في نزوة. حصن الحزم وين؟ في بهلة. حصن الحزم. إذا عرف هو بياخذ الجائزة. حصن الحزم وين؟ حصن الحزم. الحزمي؟ الحزم. الحزم؟ أيوة. حصن الحزم. مسقط؟ لا ما في مسقط. سمايل؟ لا. في صناوطي؟ لا لا. في نزوة؟ لا 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 ما ممكن ما ممكن يساعدوك. أيوة ما ممكن يساعدوك. رستاق. الرستاق. 100 ريال عماني مقدما برنامج أصالة ولك 50 أنت أيضا. يعطيك صحة والعافية. مشكور. شكرا الله يخليكم. متواصلين معاكم أعزائنا المشاهدين بعد الفاصل معانا من مدرج النساء. لو ظروف الوقت عني يبعدن ما نسيت ولا بعد هو نساني. لو ظروف الوقت عني يبعدن ما نسيت ولا بعد هو نساني. لو ظروف الوقت عني يبعدن ما نسيت ولا بعد هو نساني. لو ظروف الوقت عني يبعدن ما نسيت ولا بعد هو نساني. لو ظروف الوقت عني يبعدن ما نسيت ولا بعد هو نساني. الفرح تقولها طال الامزاني. الفرح تقولها طال الامزاني. الفرح تقولها طال الامزاني.
كلها طال الامزاني الفرح تقولها 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 طال الامزاني الفرح مرة أخرى نحييكم أعزائنا المشاهدين، واللي ما عرف حصن رديدة نقول له هو فعلا تابع لولاية نزوة وتحديدا في نيابة بركة الموز، اللي نوجه لهم أجمل تحية. الحين معي اثنين من الأخوات تنتين أيضا، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الصحة؟ الحمد لله بخير. اسمك الكريم؟ أميرة الحراسي. من وين؟ ولاية نخل. من نخل، وانتي من اسمك؟ منى الخويطري من ولاية إزكي. يا مرحبا وسهلا فيكم، حي الله بأهل إزكي وأهل نخل. يا مرحبا. مفرداتنا يعني المحلية وايد بسيطة، إيش معنات طارش؟ يعني يطرش مكان، يا أمره. يا أمره يعني طرش مكان، اللي هو المرسال. أيوة صح صح، شفتي وايد وايد يعني سهل. أيضا في المفردات المحلية يقولوا، وخاصة البادية، يقولوا مثلا فلان نهي عنا اليوم. كيف؟ نهي، يقولوا عبد الله نهي ما موجود. ايش يعني نهي؟ طالع ما موجود. طالع يعني مسافر رايح. مسافر. زين، هذه الأسئلة البسيطة. سمعوا الأسئلة أيضا، هذه ما في أبسط منها. مثل يقول شبعان راحة. شبعان راحة تكملة ايش؟ ما تجوع. ميت جوع صح. من طول الغيبات جاب الغنايم. جاب الغنايم، غلبتوني. السؤال معاكم الآن بتنتكيكم، إيش هن نطل؟ نطل يعني تطول. لا نطل إيش هن طويل؟ ذاك الملعب. لحجول ولا إيش منها؟ لحجول أو أن يعني حلي تلبسها النساء وخاصة كبار السن. 100 ريال عماني مقدما برنامج أصالة، وانت يا بنت نخل ايضا لك 50 ريال عماني، ونورتونا في أصالة. شكرا. مشاهدين الكرام خليكم معنا متواصلين. راحت الدنيا معك والبعد عنك شقاق. 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 خليني امشي وياك دام راحت الدنيا معك والبعد عنك شقاق. خليني امشي وياك تعمل بعمر المقام. راحت الدنيا معك والبعد عنك شقاق. خليني امشي وياك تعمل بعمر المقام. راحت الدنيا معك والبعد عنك شقاق. الحسن ربي عطاك والجمال الوايقه. 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 الحسن ربي عطاك والجمال.
سوالفنا ايضا اعزانا عن البحر. معانا الان يعني استضفنا النوخذة ناصر وحتى ما شاء الله ترك هنا عندنا خارطة وترك ايضا هذه الآلة, والحين ينضم لنا مساعد النوخذة علي بن سعيد بن خلفان العلوي. حياك الله. حياك الله. كيف صحتك؟ الحمد لله طبعا. عساك بخير. بخير العافية. ارفع لي صوتك. الله يسلمك. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. كيف صحتك؟ الله يسلمك. الحمد لله طبعا. حالك ماشي؟ علم سلامة راسك. ماشي خبر؟ حياك الله. شعلوم شخبر؟ ماشي إلا يعني تشريفكم هنا في برنامج. يا الله يشرفك. الله يشرفك. مساعد النوخذة ايش وظيفته؟ مساعد النوخذة وظيفته والله اخر يوش وقدم يوش وخاير يخايروا خاير. هذا بس اشرح للمشاهدين هذه المصطلحات اللي هو يعني اليوش هو الشراع. اليوش في الشراع. في الشراع. اليوش يدور قدام. ايه اليوش قدام والديماني ورا في الخلف. ورا في الخلف. نعم. لسان الهواء من قدام اليوش قدام يدير, ولسان الهواء مني من ورا اليوش يخرج ورا يصير الشراع كذا يعني. انت مع من يعني هناك يعني تتلقى يعني انت مع النوخذة ولا مع المقدمين؟ أنا أمر على البحرية. على البحرية. على البحرية. قدم يوش وخر يوش وخايور يدار الهواء مني من الخلف خايور دور. خايور يعني اللي هي ارتفاع الأمواج. لا خايور يدور الشراع. يدور الشراع. يدور الشراع من الجهة إلى الجهة الثانية. نعم نعم هذا الشغل. بعدين نجي في البلد لنجيها أنا متحمل بالمنافيس والقول. اها انا متحمل بالمنافيس والقول. فسر لي اياهن بعد هذه له. زين بفسر لك يا شباب. المنافيس والقول. نعم. هذه القول مال السفينه يوب الجواز, ومنافيس مال الحموله. في مكتوب مال الحموله مال المنافيس, والقول الجواز. انا نعق الباوره انزل, انا انزل اشيل المنافيس والقول القمرق, اسوي رخصه من هناك في القمارق بطلع مقريشن حسب يفتش اللي هو المفتش يفتش يعني. خشبه ويرخص البحريه ويرخص البحريه يكون ينزلوا, بعدين ينزلوا الحموله ترخص السفينه من القمارق نزل الحموله مرخوص عليه ينزلوا الحموله. يستوي بعد يرجع مساعد النوخذه بروحه بالسفينه؟ يمكن النوخذه يتاخر في شيء من البلادين. والله لا لا لا, لا, لا يعني صاعد من نوخذه في تكانه والنوخذة موثق فيه يمشي ما خال ما في مانع. ما 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 يعني ممكن ممكن يعني ويعرف يعرف, يعرف للبوصلة يعرف يعرف للبوصلة يعرف كل شيء يعرف كل مكان كل يعني. مكان نعم يعرف. لا دام إنه النوخذة قال أمر روح مكان فلاني وهو يوثق فيه إن ارتكانه ما في مانع يعني. مع من كنت بالنواخذة أنت؟ أنا كل مكان رحت أول مع حياة مبارك ودعي تعلمت ودخيت تعلمت هناك السواحل, وبعدين سافرت في كل مكان يعني أسافر. شو السفن اللي سافرت فيها؟ اللي سافرت فيها هلاك اللي سافرت فيها الأوليات ما لحقت عليهن. سافرت في سنابيق صغار يعني اللي هن لهن يعني جوال بيد اللي يروحن عدن. إيش اسمهن؟ ما ليهن أسماء؟ اللي هن اسمها واحد اسمه موفق سافرت فيه موفقني سافرت فيه وايد اسم لك الناس انهن الحين. الله يعطيك الصحة والعافية. وهذا شغلي يعني بس. زين المقدمي مني أمره؟ أمري يمر النوخذة مساعد النوخذة. مساعد النوخذة. النوخذة يمر عليه مساعد النوخذة. نقول المقدمي. ومقدمي يمر على البحرية. أيوه. لأنه اللي هو المقدمي من ضمن البحرية أيضا لكن هو مسؤول من ضمن البحرية. لكن مسؤول عن 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 البحرية وعن وعن الباور وعن الحمول وعن كل شيء. لفي السفينة لفي السفينة موجود. مقدمي قدام كل مسؤول عن البحرية ومسؤول عن الحمولة ومسؤول كل شيء. هو مسؤول المقدمي. تلقاهم الآن اللي سافروا أيام زمان تتلاقوا؟ نعم بعضهم يتلاقوا وبعضهم راحوا مساكين راحوا والله باقي أحد منهم باقي. ما كلهم منصور ترى. في منصور في من مسقط في من الباطنة في الباطنة في كل مكان حد يتلاقوا. نعم وأهل أيضا محافظة الظفار أيضا أهل مرباط المرباط بعض ما يسافروا عند هالصور وايد يعني. كان عقب الزمان واخشبه واحد والله يشوف والله ما يسافروا فيهم لكن هالصور يجوا في المرباط هناك يروحوا مرباط لهم ولهم عائلات ولهم بيوت بعد هناك صح في مرباط صح. وحتى الفرضة هناك شبيهة بفرضة صور يعني
تشابهن 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 خاصة الفرضة اللي كانت في العيجة زمان تشابهن تشابهن نعم هذه تشابهن وصول العيجة هذه معنى تشابه يوم مكلي ويوم مربض ما شاء الله شوف المناطق البحرية حتى يعني حتى مناطقها وبيوتها صحيح 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 يتشابه نعم صحيح صحيح شاكرين لك مساعد النوخذة علي بن سعيد الله خليك خلفان العلوي الله يخليك الله يخليك ونورتنا في برنامجنا الله يخليك الله يخليك حياك الله حياك الله حياك الله إذا أعزائي المشاهدين متواصلين معاكم خليكم معنا حياكم الله أعزائنا المشاهدين مرة ثانية وحيا الله أيضا بضيوفنا اللي ينضموا لنا في المدرجات ويشاركوا معنا في المسابقة اللي دائما احنا نعتبرها كذا جسر التواصل بيننا وبينهم عندنا اثنين من الأخوة السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال؟ ارفع لي صوتك الله يسلمك كيف حالك طيب؟ كيف حالك أبوي؟ الحمد لله في نعم عساك بخير بعافية الله ايش اسمك؟ يحيى بن سليمان بن سالم جابري من وين يا اليابري؟ من العامرات من العامرات حياك الله منورنا في برنامجنا الحمد لله الله يعطيك الصحة والعافية وياكم إن شاء الله ومن معانا؟ عمار عديم حي البطاشي من وين يا البطاشي؟ من ولاية قريات حي الله من قريات حياكم الله يا أهلا وسهلا فيكم قريبين من بعض ما شاء الله الحمد لله العامرات وقريات الحمد لله والمهرجان في العامرات ما شاء الله الحمد لله وكلنا فرحانين الحمد لله جزاكم الله كل محافظات السلطنة كلنا فرحانين بالمريان في العامرة ما جبتوا لنا علوم الوالد ما سمعنا بأخبار البر حياك الله من صوبكم صوبنا والله هذه العلوم الطيبة علوم الحمد المهرجان الحمد لله علوم خير إن شاء الله إن شاء الله وبركة وكلكم فرحانين إن شاء الحمد الله لله. الحمد حياكم لله. الله الحمد لله أسئلتنا بسيطة أسئلتنا بسيطة أيوة. إيش معنات عربون عربون تعرفوني هي يقول لا يلا أريد عربون ايش معنات العربون؟ تعرفوني اعطيوني عربوني ايش العربون يعني ايش هو ابوي؟ عرفوني عربوني لا العربون يوم تسلم يقولك اول ما تشل هذه اللي تسلم عربون ايوه ايش العربون؟ عربون فلوس لفلوس صح صح عين الثوارة وين؟ في رستاق عين الثوارة رستاق ايوه نخل نخل ولا في الرستاق؟ رستاق رستاق عين الثوارة نخل ولا الرستاق؟ رستاق دخل ولا الرستاق؟ نخل صح صح عين الكسفة وين أبوي؟ الكسفة نخل الرستاق الرستاق أيوة شفت كيف؟ هكذا يعني الرستاق زين هذا السؤال الآن الفاصل بينكم وين تقع قلعة الفيقين؟
الفيقين. الفيقين. هي اللي بيجاوب هو بياخذ الجائزة. هذا السؤال لكم بذيتكم. الفيقين. الفيقين. ها؟ الفيقين. الفيقين أيوة. محافظة الداخلية. وين في الداخلية؟ في. في وين؟ في الرستاق. لا. لا ما رستاق. لا ما في. أنا قلت هو صح في الداخلية لكن في وين؟ وهذا السؤال كان على الشاشة أمس. عشان قبل لا نعلن السؤال بركة الموت؟ ها؟ الحوقين؟ لا ما في الحوقين في الداخلية. هو في وين في الداخلية؟ بركة الموت؟ لا لا إزكي؟ لا بتقولوا لي كل الولايات. أغير لكم السؤال. أغير لكم السؤال. عبري؟ لا اذكر نوعين. هذا السؤال. اذكر نوعين من الأفلاج في السلطنة. إيش؟ اذكر نوعين من الأفلاج في السلطنة. نوعين. هذا الأفلاج أيوة اللي أيوة. تمشي فيها عدة أنواع. ذكروا لي نوعين بس. المبغي. ها؟ المبغي. إيش المبغي؟ فلق المبغي. لا 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 ما نوع. ما أسماء. نوعين من الأفلاج. يوقين. أنا بس أنا بساعدكم واحد. واحد غيلي والثاني إيش؟ داودي. داودي 100 ريال عماني أبوي بعد لا تزعل لك 50 ريال. متواصلين أعزائي المشاهدين الكرام. وبالنسبة للقلعة اللي سألنا عنها قلعة الفيقين إن شاء الله بنجاوب عليها في نهاية الحلقة لأن هي سؤال المشاهدين. خليكم معنا. مسابقة جديدة مع الأخوات. نرحب فيهم. مساء الخير أولا. مساء النور. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. نتعرف عليك. فتحي بالسعيد بن يوسف الشعيبي ولاية صور. من صور. يا سلام على صور العفية. وأنت؟ جواهر مرهون المسكري ولاية إبرة. من إبرة. أيوة. ما شاء الله كلكم من الشرقية. إن شاء الله. حد من جنوب وحد من شمال. والشرقية كلها جميلة. حياكم الله. الله يحييك. حاضرين للأسئلة؟ إن شاء الله. إيش هو المرش؟ مرش هي. اللي يرشوه بحق العروس. كيف يرشوه؟ المور. ماي ورد يسوي فيه. ماي ورد. هي ربحتيها. المرش هو اللي يحطه في العطور والماي ورد. في العطور ماي ورد. إجابة صحيحة عندها درجة. إيش هو النيل؟ السؤال لك أنت. النيل. إيش هو النيل؟ طالعيني أنا. النيل. ما تعرف النيل؟ لا. تعرفين النيل؟ النيل؟ هي. يعني يستخدم ولا هي؟ يستخدم النيل. أيوة كان يستخدمه بس أيام زمان يعني. هذا اللي يسويه. لا 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 هذاك لا هذاك محلب وهذاك دهان وهذاك ورس لكن هذا النيل. يا الله عاد يوم العيد هذاك الرجال عاد اللي عامل النيل ما يحتاي الزاهي. ها قربت لكم. حزام؟ النيل. النيل في ايش يستخدم النيل؟ حزام. لا, لا هذا الصبغ كان يصبغوه بالملابس اللي أيام. لا لا يصبغوه بالملابس. لا تقول يصبغوه بالوجه. عاد إذا صبغ الوجه بيكون وجهه أزرق صح؟ يسموها النيل أو النيلة. زين؟ بقول المثل الآن. إليك أنت نص المثل وباقي كلمة واحدة. أزيدك من الشعر بيت. بيت صح.
أزيدك بالشعر بيت يبغي يكحلها يعميها أو عماها عماها يبي يكحلها عماها زين اللي في القدر طلع الملاس غلبتوني قديم الصوف ولا قد ولا ولا قديم الصوف ولا جديد البريسم ولا جديد البريسم إذا سلم الحال إذا سلم العود إذا سلم العود أيوة هذا الحين عاد هذا الفاصل بينكم أيوة إذا سلم العود الحال إيش بخير خسرة لا لا كأنه بيت شعر ها سمعوا سمعوا إذا سلم العود الحال كلمة واحدة ردين علي الحال سالم ردي علي الحال إيش الحال ردوا الإجابة ها الحال الحال اكتمل ردوا علي سمعوني أنا قاعد أجاوب إذا سلم الحال إذا سلم العود الحال الحال مثل موجود يعني شبيه بموجود نفس ولا شبيه موجود شبيه موجود يعني نفس على كلمة موجود على نفس الوزن الحال مر 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 جانب مردو 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 مردود مردود 100 ريال عماني مقدم برنامج الصالة و50 ريال يعطيك الصحة والعافية آمين إن شاء الله. هذه كانت مسابقة عزانا ونرجع الحين لبقية فقرات برنامجكم الصالة خليكم معنا ما زلنا اليوم نتحدث عن الأشياء البحرية الرحلات الجميلة مع النوخذة مع مصعد النوخذة أيضا عندنا الحين عاد صالح بن ثويني بن حديد العلوي ملبق نعم شحالك خير صاك بخير لك الخير يا مرحبا وسهلا فيك حياك الله يا مرحبا شردت عنا توك هني وأنا نادي والله شوي بسكي رحت تشوف السفينة على خير رحت تشوف السفينة يا مرحبا شباب يا منصوري بتشوف السفينة قلت لهم زين معي مقابلة جاهزة قل لهم برجع قلنا لهم برجع حياك الله يا مرحبا عبد الله ايش دورك في السفينه يا ملبق والله انا مقدمي طال عمرك مقدمي اي نعم زين ايش دور المقدم الناس بيعرفونه مقدمي طال عمرك دوره مسؤول عن البحاره السفينه طال عمرك مثل الوزاره في وكيل في وزير اللي هو النوخذه وفي مدير عام ايوه هو النوخذه في نوخذ الحلال وفي نوخذ بحر ومقدمي يعني تشبعت مثل الوزاره بالضبط وكيل مدير عام كل هذه المسميات موجودة. زين دوره هو مع مساعد النوخذة ولا مع النوخذة مباشرة؟ من لا لا بدنا مقدمي مسؤول عن البحار ومسؤول عن جميع الحبال اللي موجودات في السفينة. نوخذ العود نوخذ الحلال مثلاً يعطي أوامر لنوخذ بحر يقول له كذا كذا يستوي ونوخذ بحر ينفذ على طول المقدمي. مقدمي على طول يتكلم عن البحار نعم لكن يقولوا لي ملبق نعم وهذا لقبك
يقول الملبق على هذه المسؤولية اللي عنده، لكن ما يصبر، يروح ينزغ شراع، يروح يصوت، لازم لازم ما يستوي. ما يستوي ترى، واحيانا حتى يقول لك بعد الكاسر الرحماني ما هذا 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 احنا صار في دمنا يا عبد الله، هذا من الفنون الشعبيه اللي صار في دمنا، احنا ما ننساها ابدا، احنا ولدنا على هذا الموضوع، احنا من 7 سنين واحنا في البحر. كيف حال حديد؟ بخير، ما شفنا السنه، والله السنه شوي صار عندي شغل. يا حليله اعتذر مني، خلاص حاولنا فيه سيارة عندي شغل، لا ما خلاص بنحاول نتصل فيه ونجيبه، موجود إن شاء الله. موجود بيي بيي، سلم عليه، سلم عليه ان شاء الله. نبي نسمع نهمه، لا والله اني نهمه ما فيدك، لكن بجيب لك اغاني ايه مال شراع، مال شراع باغين صاحب النهمه. نعم عندي صاحبك حديد، عند حديد. أيوة. لكن بنسمع زين نزغه شراع، زين شراع. شراع ايش هذا، افتيني ولا ايش؟ حي الله شراع، يلا بنسمع. هذول الشراع كلها له اغاني، ما زال اجيب والبوميه بس. يلا وش قال؟ 6 شرع في السفينة اللي وسطي عود، وسطي افتيني، هذا أصغر شراع، هذا افتيني ينتزغ الله سلمك في وقت الأرياح معي، والوسطي ينتزغ يوم الهبوب يعني زين كذي متوسط، أما العود ينتزغ يوم غواهر ماشي هبوب أبدا، خشبة تسحب عمره ينتزغ شراع العود وتروح السفينة وتروح. وش بيقول ملبق؟ وش بيقول ملبق؟ ملبق يقول يعني بنجيب لك شلات سموك. أها سألت سنبوك تقول لينها بيافي هذه شلات نزغة، ما شلات سنبوك، هيها نزغة هاي. لينها بيافي تمريا حويو وساي، لينها بيافي تمريا حويو، وصبرتك راشي باسكوت ومتاي، صبرتك راشي باسكوت ومتاي، ولينها بيافي تمريا حويو وساي، شل معي يافي يافي تمريا حويو وساي، صفرتك يا راشي باسكوت ومتى. هذول بحارة خشبي فيها حبل يسموه حبال يسموه يراري، هذي نسموه بشراع. نعم يعني خشبي إذا فيها 12 نفر كل سواب 6 أنفار، الله يقولوا لين ها بيا على اليسار، لين ها بيا في تماري حوي وزاي، ها بيا في تماري حوي، يقولوا لك صفرتك يا راشي باسكوت ومتى، صفرتك يا راشي باسكوت ومتاي. لكن اقول لك تو البسكوت والمتاي ما موجود عاد، الحين موجود وايد، اول ما شيء في السفينه تو بخلص البرنامج بجيكم انا. لا لا مش في ما شيء، لا خلاص طرشوا لنا اياه ان شاء الله. فالك طيب، مشكور على ضيق الوقت الان، ايضا صالح بن ثويني بن حديد العلوي المشهور بملبق، يعطيك الصحه والعافيه، احسن متواصلين ابو شاهدي الكرام، ويعني اللحظات الاخيره من برنامجنا. أعزائي الكرام، يعني مرت الأوقات الجميلة معكم كذا بسرعة، نتمنى إن شاء الله قد نالت على إعجابكم، كل الشكر لضيوفنا اللي مروا علينا والمعلومات الجميلة وخاصة المعلومات البحرية، وأيضا أيضا أعضاء اللجنة اللي شاركنا منهم الشاعر حمود الرواحي. أعزائي سؤال يوم أمس كنا نسأل أين تقع قلعة الفيقين، هي في ولاية منح بمحافظة الداخلية، وأنا السؤال اللي سألته أيضا هذا للمتسابقين وما عرفوا الإجابة عليه. خلونا نسحب على الفائز معنا في هذه الحلقة، فائز تستلموا الجوائز معنا في البرنامج هنا، تفضلوا معنا بعد ما ينتهي وقت البرنامج، فإحنا مستعدين والجوائز موجودة، وإذا يعني عندكم أي ظرف أو أي عمل تواصلوا مع بلدية مسقط وخاصة إدارة الإعلام والعلاقات الخارجية الدور الثالث في دار سيت، واستلموا من هناك الجوائز. أعزائي الكرام، كل الشكر والتقدير للزملاء المصورين والفنيين ومساعديهم ومساعدي الإخراج والمنظمين وكل من يعمل في هذا البرنامج، وأيضا الأخوة أيضا المساعدين هذه، وشكرا أيضا للفرقة اللي اليوم صقور المزاريع اللي منورينا، هم أيضا من ولاية لواء. أعزائي تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج جاسم البطاشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحشمين هذه من اطباع 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 الحشمين معروفه Awesome.